تجارك حيوانك دمان لحظة كريم مسؤولين تكرم يكسر غير جل وعلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبار إنا كسر غير جل ما تشير كان يوه الله يأمن يا صوماليا مركو أريد أنه أدعي لي وعفل استوى صوماليا وقعد بشيء أما كلا غير قادتين حالا لهم كتير ما تسوق على مرحلة هاي مرض نفع مال حكوا بحيان وحال لكن هذا أنا دبادو أنا شرور بدن قبلنا مرة بدن ما كان الله أنا تسوق على أمي وحال بدن تشرور كل يرى على فلتان ك وحال بدن قادر إلا فلوي ابن متوسط وبطو تاسعب مهيبا مكوحان تاسكو بير الله ملاحظة صاحبنا كل ودينا بيتانك يا سمعي أمني صوماليا صوح لا يقوانكرا لو حالا يضح لا يقوانكرا مر وإلا لدى على ما فكرك قرعان أبو مكان دائرك ودك بأيانك كشفان المجتمع العزيزة إلا ما تتعيران الشعب كنت بدل مهي الكريم قولك الله يا ابن وحن غنكرا إلا سمعيها وقال مغيسا وعمسون إذا ما يحوق ذلك سعاليا يكون دور الدولة يدو حالما لما يقال تأسوف غنكرا إلا ويقع كبعدنا سعاليا عن كفل غنكرتو إلا هو شاس وحكا قبطو أي سيدة وكش وولا فكرة فكرة يحوق ذلك مغيسا أبان مهلي معلوم بوانك دوري إلا هل كذا نتوني أربعة ليارة لما المعنى وأمسهم يدوتان كذا في وقت أمسهم لا يبلغ وسنة كان أدان كتر لا يبلغ وعائلتها تصالح وحيما وفرا إذا الملكة بحيا عوبة يا ماشا وكب حيا سيدي وكويت وقوش بتسكة عنه وكويتي وعو كويتي يا وحيما غرسا إنه سيدي سكة في عنه غطوة هذا راد معنوه حنا غير الموت يا رجلوه ولا سنوات يا رجلوه مرك الله بحياة صارت الله بحياة يعيد يكون يتلون لها هل صوب بتشيو إلى كتب هذا أمسون هل بتشيو العيد صار يلوني ولكن أسباب تبحي مغنى صار كو أمسون يترشى بارت مرك أما دام مرسك حبهلا وحلو بها إلا صوب لي عيدا كبلا كو هاد بتشيو وأمسون الله سنة يرون ماب الخاردة أكره كوه الجيل كران متحددا مدلع أصلا هل دلع على أسلحة الإنسان وده خلنا نقول قال كرايا تحسنا الكير كرسينا في الناتو إن علي ولا بربريو أنت أقوله على السماوية إن العبورة إلى الصوماليات وطيالة وعلي ولا دلع على ذكاء وطبع أولا نغني تهت هل يوتي وحسنا يا دير أنت على فريو وصورة قال أمسان يعيه كان إنه بحي إلا اللي مصوت أمسون يغلو حاسة الباطو معلوم البوي صلاة لدبا كرد انت ودى الخوضي وكسو المغيه ونشو دي أرهانا هذا كلام مغد يغل لفت الخوضي إنه ودى الخوضي كنا غلاء ويرها لكن هذا السماء يجوه إلا قد يعني لها شريك بلانا على قد يدولا حول بلا إلا الحسانة يرون باب نسكوه جاي تحسين حسا وطمرك حول قاد دبا وحاول في عن انت بدل ملك اللي يسوي ما تشاركك روح في عن اللي يسوي بواقي على السوشيا لكن تلاولا كبرتا شركة شركة سمعانتا نسوي اللي ما انه ما انت اخرى وحنا خيانا على خيانا تامرك وحالتا انفعل بدل وانا اذي كما هدعلنا يا كل يوم برا انت صلالي وانا تاقنتي وحاك الان ربا انت فكر كان هذا كان لي الا عبورة لدلالا كفكر كان قرعان وما انتز لها شعبك صواليون قاد بقول حيسيهي قارهان دعيني أفر وطعونك أكتوبر لعدين وحيد بدك التابسي سير يوم مقدشو وحينا شلو كوفة كرم ملك غير عادي من لاهيد لكن هذا درين كاسوه كرا طالو حيود بانت ملك عريد فكر كاس انسان لبا لا يقضى لا يشغيه لا استثماريه لا مرد عليه مين بين الكيريسة وحاربا جبل عمرك الله عليه وضعك شوابك وماشا ما انت نباطل ويبانك صوتا عاصمة دي دول الدولات كاسوها المغانتها دولة لما قعنت شوابك بكترة
istaraatiijiyada uu leeyahay ama duurka ha noqoto ama xuduudaha dowladaha leeyahay ha noqoto ama bay-adu waxay abuuri kartay environmentiga ha noqotee ayaa waxay sababaysaa in maanta hoggaanka ugu sarreeya al-shabaab kulligii uu gobolkaas joogo. waxaan u baahannahay markaa culayska in la dareemo maska haddaan madaxa laga dilin wax badan ma qabsoonaya. waxaa laga yaabaa gobolka banaadir ama caasiyada in dhaqaalaha inta badan iyo siyaalo badan sababtoo dimensionka ku badan markii la yidhaahdo ay wax badan ka soo geli karo laakiin meesha waxa laga fuliya ama wax lagu soo fuliya waa halkaas. taa waxaan codsan lahay markaa dowladda federaalka iyo amisom iyo kulli in culayskaas lanala qaata lana dareemo gobolkaas haddaan buundooyinka la qaban oo niyada dhexdeeda la kala xixilina dhibaatada way sii soconaysaa. annagaanu diyaar nahay markaa annaga ula shaqaynayno dowladda federaalka iyo amisom iyo cid walba inaan samayno dabagalo si ay u dagaalamayn ula dagaalano dhalinyaraduna ay diyaarto. waxaan rajaynayaa haddii arrimaha tallaabooyinka la qaado arrinta amniga soomaaliya in wax badan iska bedelaya. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oon soo dhaweeyo oon u ambaliyeeyo shirka maalmahan ka socda jabuuti ee heshiiska uu ku dhex maray galmudug iyo ahlusunna waljamaaca. waxaa garan karaya khilaafka noocaas ciddii soo martay waxayna xaafaana ambaliyeynaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo dowladda soomaaliyeed iyo ahlusunnada dowladda jabuuti ee marti gelisay iyo cigood kulligooda aan ugu mahadcelinaya. waxaana rajaynayaa madaxweyne xaafisaha waxaa laga sugayaa inuu la yimaado tanaasub dheeraada dadkiisa inuu isku wato nin walba onboor ka dhigo saacadda waxay ka dambeeyana waa isaga qofka laga sugayo inuu nuwalba gurigiisa ugu yeedaa u tago. arrintaasi waxay maqanaysa waa guul soomaaliya usoo hogeetay deganaanshaha iyo xasiloonidana wax badan bay kasoo kordhinaysaa. cid kasta iyo khilaaf kasta oo soomaaliya dhexdeeda ka jirana waxaan aad u rajaynayaa soomaalidu ma aha sida dadka qaarkii ama dowladaha qaarkood ama qowmiyadaha qaarkood oo laga yaabo marka la wada hadashiinayo taagtaagnidooda inay badan tahay wax yaroo hoose oo habeenkii aan ku heshiin karaan inta badan isku qabanaay aan soomaalida iyo heshiiskeennan hoos u dhaqanno habeenkiina shaqayno dhaqankeennaynayeenaan ka tegin. aad baan idinku mahadcelinayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.